السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولتنا الإخبارية السودان هذا المساء من قناة الشروق، نبدأها بالعناوين. وفد أممي يطلع على الأوضاع الإنسانية والأمنية بغرب دارفور عقب الأحداث الأخيرة بالجنينة. جبهة شرق السودان تتهم جهات داخلية وخارجية بتأجيج الصراعات القبلية في البلاد. العاملون بجامعة وادي النيل ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ جملة إصلاحات. أهلا بكم مشاهدين. اطلع وفد من الأمم المتحدة على الأوضاع الإنسانية والأمنية بغرب دارفور عقب الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة مؤخرا. وأوضح والي غرب دارفور المكلف عبد الخالق بدوي محمود أن الوفد وقف على الأوضاع الإنسانية والأمنية وحاجة النازحين العاجلة من الغذاء والكساء والدواء ومواد الإيواء للمتضررين بمدينة الجنينة وترتيبات عودة النازحين إلى مناطقهم بعد توفير الاحتياجات والخدمات الضرورية، مشيرا إلى تكامل الأدوار الأمنية والإنسانية والاجتماعية لدعم عودة النازحين إلى قراهم. وقال إن برنامج العودة يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة غرب دارفور في الوقت الراهن. المسار السياسي كللت بالنجاح، ودي جهود السيد نائب رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء في مجال المسار الأمني. الحمد لله من خلال اللجنة الأمنية والقيادة المتقدمة للقوات تم ترتيب القوات على الأرض وانفتحت في المواقع المستهدفة حتى توفر الأمن والاستقرار. تبقى فقط المسار الإنساني في هذا المجال. يعني نحن في حكومة ولاية غرب دارفور تم تشكيل لجنة لتقديم العون الإنساني للمتضررين من جراء هذه المشكلة. الحمد لله اللجنة بما لديها من إمكانيات في مفوضية العون الإنساني بالولاية وديوان الزكاة استطاعت أن تقدم بعض المعينات التي تساعد هذه الأسر على مقابلة الظروف التي حدثت. وفي السياق أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الشابك أن الوفد يزور الجنينة للوقوف على حجم الاحتياجات على أرض الواقع، وأشار إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة. حضرنا الآن إلى الولاية لرؤية استكمال الجهد المبذول أصلا من قبل في الخرطوم وفي الولاية الجهد الإنساني. كما ذكر السيد الوالي المسار السياسي تقدم والمسار الأمني الآن تقدم جدا ومستقر. فالآن نحن في إطار معرفة الاحتياجات الحقيقية للنازحين وإمكانية عودتهم إلى أماكنهم التي نزحوا منها في الفترة الماضية. لذلك حضر الممثل المقيم للأمم المتحدة وحضرنا بصحبة المفوض ممثل وزارة الصحة الاتحادية. سيتم في الأيام خلال اليوم وغدا إن شاء الله الجلوس مع المفوضية الولائية وكل العاملين في المجال الإنساني لرؤية ما يمكن تقديمه بصورة فورية لدعم النازحين ودعمهم في العودة إلى الأماكن التي نزحوا منها إن شاء الله. إلى ذلك أعلنت المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية غيوي يوبسون بالسودان أن المنسقية تعمل على تحديد الاحتياجات وذلك للتخطيط ووضع الحلول الدائمة للأسر المتأثرة حتى تستطيع العودة إلى مناطقها وتحقيق الاستقرار المطلوب. جئتنا عشان ناخذ فكرة عن الوضع الإنساني في الولاية، والفكرة دي ممكن تساعدنا في إنه نقرر كيف نقدر نستجيب ونقدم المساعدات الإنسانية. فالفكرة العامة عن الاحتياجات وعن الفجوات في الجانب الإنساني دي بتساعدنا في إنه كيف نقدر نستجيب. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو بتساعدنا في إنه نقدر نخطط لعمل بتاعت الحلول الدائمة للأسر المتأثرة عشان نضمن عودتهم لمناطقهم. في جانب المساعدات الإنسانية المباشرة برضو إن شاء الله نسعى لأنه نقدم خدمات في قطاع التنمية، ولكن قبل العمل في التنمية لازم نضمن أنه
عدم الانزلاق نحو نضمن انه عدم الانزلاق المجتمعات نحو الصراع مجددا، لان هذه بيكون عندها تكلفه، فبعد ذاك نقدر نساعد نقدم الخدمات التنمويه. اتهمت جبهة شرق السودان بقيادة سليمان أونور جهات داخلية وخارجية لم تسمها بتأجيج الصراعات القبلية في البلاد. ودعا رئيس الجبهة سليمان محمود أونور خلال مخاطبته لمنبر سونا الحكومة الانتقالية إلى ضرب الأيادي التي تعبث بأمن واستقرار المواطنين والالتفات إلى قضية المعاش وتهيئة الأجواء في سبيل الوصول للديمقراطية. وجدد أونور دعمهم لخطوات السلام التي تمضي على صعيد منبر جوبا، لكنه كشف عن ضرورة تسريع تعيين الولاة المدنيين لتلبية حاجة الولايات في التنمية، وأكد أنهم كجسم سياسي يقف على مسافة واحدة من المكونات الاجتماعية لشرق السودان، وأن بابهم مفتوح لكل كيانات الشرق للتعاون من أجل مصلحة إنسان الشرق. يجب أن نتعامل مع الوضع الأمني الذي نشأ وينشأ في الفترة السابقة، لأننا ندرك مآلاته، ولأننا ندرك من خلفه، ولأننا حساسون جدا لطريقة التعايش الذي تم في البحر الأحمر وفي شرق السودان بين كل القبائل، وبالتالي أي حاجة تدمر أو تشرق هذا النسيج الاجتماعي هي مسألة شديدة الوقع علينا، ورسالتنا أنه نعمل كل ما نستطيع لتنبيه الناس أنه يا أخواننا في أيدي تعبث بهذا الأمن، يجب أن لا تعطوها فرصة. أكد والي غرب كردفان عبد الله محمد عبد الله استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، وبعث الوالي برسالة سلام من منطقة المقدمة بمحلية أبيي تنادي كل الشباب لتناسي أحداث الماضي والانخراط في مسيرة تحقيق السلام والاستقرار. وقال خلال الاحتفال بالعيد 64 للاستقلال والذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، قال إن النهج السليم الذي اتبعه الثوار في تحقيق مطالبهم يدل على الروح الوطنية العالية التي يتمتعون بها وعلى حرصهم الشديد في بناء الوطن اقتصاديا واجتماعيا. وأشار الوالي إلى أن موازنة 2020 ستلبي مطالب المواطن في الخدمات الأساسية، كما أعرب عن شكره للإدارة الأهلية لدورها الكبير في تحقيق السلم الاجتماعي بالولاية. من مدينة المقدمة نرسلها رسالة سلام لكل أهلنا في السودان، رسالة سلام لأهلنا في الجنينة، رسالة سلام لأهلنا في بور السودان، رسالة سلام لأهلنا في جنوب كردفان، رسالة سلام لكل ولايات السودان. ها نحن في ولاية غرب كردفان ومن المقدمة يضربون أروع الأمثلة للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، بل إخوتنا من دولة جنوب السودان الآن يعيشون وسطنا وهم آمنين مستقرين بيننا هنا في المقدمة. أهلي الكرام، لا نريد أن تكون ولاية غرب كردفان مسرحا للحرب مرة أخرى، لا نريد أن يكون شباب ولاية غرب كردفان وقودا للحرب، بل وقودا للبناء بإذن الله تعالى. نفذ تجمع العاملين بجامعة وادي النيل وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة بعطبرة، ودفع المحتجون بمذكرة مطلبية تفصيلية تحتوي على ثلاثة محاور رئيسية، حيث شددت المذكرة على ضرورة الإسراع بمراجعة وتعديل قوانين الجامعة واللوائح المالية، بجانب إجراء معالجات في هياكل الأجور وحل مشكلة كفالة علاج العاملين، بجانب الحد من تداعيات الضائقة المعيشية. وطالبت المذكرة بتوفيق أوضاع الحرس الجامعي وفك الارتباط ما بينه وشرطة تأمين الجامعات، مطالبة بسحب الشرطة الجامعية من خدمات تأمين الجامعة وإلغاء القرارات التي صدرت من الإدارة فيما يتعلق بإيقاف مرتبات قادة الحرس الجامعي. وأمهل تجمع العاملين بجامعة وادي النيل إدارة الجامعة 48 ساعة للاستجابة للمطالب، بعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب وفقا لتقديراتهم. المحور الأساسي الأول هو قوانين الجامعة أو قانون الجامعة والنظام الأساسي بما واللوائح بتاعته فيما يخص اللوائح المالية والإدارية واللوائح الأخرى. المحور الثاني هو المشكلة الشاخصة عندنا نحن هي تحديد الحرس الجامعي،
والشرطة الجامعية. الوضع المتأزم اللي كان في النظام البيت كويس الخلق هو تضارب بين فئتين. المشكلة حصلت بتضارب أو تداخل بتاع السلطات بين غاية بين الشرطة التأمين الجامعات والحرس الجامعي، أدى إلى حزمة من القرارات تبع من الوكيل اللي هو بيقاف في مرتبات حكم دارات الحرس الجامعي كده. يعني حاجة حصلت في 30 سنة ما بتتغير في أيام، لكن بنفتكر زي ما قال دكتور صالح إنه ياخد الله الحاجات دي يتبدي فيها أو يطمن الناس إنه ياخد الله الحاجات دي بدت والناس شغالين فيها. في مشاكل كثيرة وبتخص حقوق، نحن بنمثل شريحة بتاع التغنيين، بنحس إنه ما في جامعة وادي النيل بس يمكن في كل الجامعات حقنا يعني مهضوم كده، نحن الفئة الواقعة في النص كده بين الأساتذة والموظفين والعمال، بنفتكر إنه والله عندنا حقوق كمية، حتى جات قرارات من الوزارة ما منفذة عليه 30 سنة، بيطلع القرار من الوزارة ما بيتنفذ في الجامعات. والله مظلومين ظلم شديد، حوافزنا ضعيفة، مرتباتنا ضعيفة، بدون حافز 100 جنيه، حافز السنة كلها 100، الشهر كله 100 جنيه، مرتباتنا أنا شخصياً بصرف 1,500,000، حين إنه يعني شغلنا شغل 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 تقيل، بنيجي من 6 صباحاً في البرد ده. أبدت مديرة جامعة وادي النيل إلهام شريف تفهمها لمطالب العاملين بالجامعة، وأشارت إلى أنها تتوقف على قرارات لجنة مراجعة سياسات التعليم العالي بالوزارة الاتحادية، إلى جانب مخرجات لجنة مراجعة اللوائح المالية الداخلية بالجامعة، وأرجعت السبب في عدم توفيق أوضاع العاملين ماليا لضعف الموارد الذاتية بالجامعة، كما طالبت إدارة الجامعة بإعطائها فرصة كافية للمعالجة في قضايا العاملين بالتنسيق مع الوزارة. كل مطالبكم دي بتلي وزارة التعليم العالي أساسا. نحن هنا أنا ما عندي شيء أقول للناس أنا حزيدك كده وحلعمل كده. اللائحة المالية اللي جيتها أنا ذاتي ما عجباني، أنا كونت لجنة عشان نراجع اللوائح المالية، اللوائح الإدارية، اللوائح الأكاديمية كلها، واليوم حنحن حنبدأ أول جلسة لمراجعة اللوائح المالية. لكن لو على الدعم أنا عايز أدعمكم قبل الناس كلها، من أين؟ جيت لقيت كل الموارد الذاتية ما بتكفي شيء في الجامعة، كلها واقفة، هذه الورشة واقفة ما عندها إيراد، التعليم المفتوح اللي بيكلموكم الناس بالتعليم داخل السنة دي ما قبلوا غير 22 طالب فقط في قطر. أنا دب لي 3 شهور حعالج شغل 30 سنة في 3 شهور. دشنت حكومة نهر النيل بداية العمل في كهرباء سوق طواحين العبيدية بأكثر من 230 مليون جنيه، وقال والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين إن المشروع يتم بتمويل مشترك بين حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية، وأكد استمرار دعم البنى التحتية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم عائداته في مؤشرات الناتج الإجمالي، وأشار الوالي لأهمية المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي، لافتا إلى أنه سيحدث نقلة نوعية مؤكدة في تنمية إحدى الموارد الحقيقية للاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهامه المباشر في ترقية قدرات وموارد الولاية الذاتية، كما توقع بأن يدفع مشروع كهرباء سوق الطواحين بالعبيدية في بلوغ أهدافه المتمثلة في النهوض بالسوق وتقليل تكلفة الإنتاج ومعالجة مشكلة الوقود والجازولين، فضلا عن تحريك النشاط الاقتصادي، مضيفا بأن مساعيهم جادة مع وزارة المعادن لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على اتساع رقعة النشاط التعديني وعلى رأسها مخاطر انتشار استخدامات الزئبق وإيجاد البدائل الآمنة له. هذا السوق ظل يعاني على مدى طويل جدا من الحوجة الماسة للجازولين الذي تتعدد أسعاره، ويعاني من السبير بارت للمولدات التي يعني يستخدمونها في هذه الطواحين. بعد هذا الفرج الرباني وبعد هذا الجهد المتعاظم، ويأتي هذا المشروع في صورته الأولية والتي سوف تكتمل خلال فترة لا تتجاوز الشهر أو الشهر ونصف، بعدها يعني يستمتع ويستفيد إنسان هذه المحلية وإنسان هذه الطواحين. والفرق شاسع بين الاستخدامات بالجازولين، لأنه الجازولين له أسعار متعددة وأيضا غير موجود، وأيضا الوابورات التي تعمل بها كثير من الأعطال، والتكلفة تكاد تكون 20%.
وقعت وزارة التربية والتعليم والسفارة الفرنسية بالسودان اتفاقية تقضي بطباعة كتاب المنهج الفرنسي وتدريب المعلمين السودانيين. وقالت كل وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريف إن المنهج الفرنسي سيكون إجباريا للصفين الأول والثاني واختياريا للصف الثالث بالمرحلة الثانوية من العام الدراسي الجديد، مؤكدة تذليل الصعوبات التي تواجه وصول الكتاب وتوزيعه على المدارس. طيب، وقعنا اتفاقية مع السفارة الفرنسية اللي هو السفارة السودانية، السفارة الفرنسية هتلتزم بطباعة الكتاب الفرنسي منهج الفرنسي للصف الأول والثاني والثالث ثانوي، ونحن من جانبنا طبعا الالتزامات اللي احنا وقعنا عليها اننا نحن اول حاجة هنستلم الكتاب نخزنه، بعد ذاك توزيعه لحد ما يصل لكل الولايات كل المدارس. في الاتفاقية برضو تدريب المعلمين، هم بيدربوا، هم أصلا قبل كده طبعا دربوا معلمين في فرنسا، أخذوا فترة طويلة على أساس إنه عندي يكونوا مدربين حيجوا يدربوا معلمين هنا موجودين. أكد جهاز تنظيم الشؤون السودانيين العاملين بالخارج اهتمامه بحصر وإحصاء السودانيين بالخارج لإيجاد بيانات ومعلومات دقيقة تساعد في تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة المغتربين. وقال الأمين العام لجهاز تنظيم الشؤون السودانيين بالخارج بالإنابة عبد الرحمن سيد أحمد لدى مخاطبته ورشة مشروع حصر وإحصاء السودانيين بالخارج إنه لابد من إقامة مؤتمر جامع من أجل توزيع المهام وتجديد الآليات والخطط التي تسهم في إنجاح إحصاء المغتربين، وشدد على ضرورة التكافل وتبادل المعلومات والآراء بين الجهات المختصة للوصول إلى بيانات حقيقية للوجود السوداني بالخارج من أجل التخطيط السليم والتجويد في هذا الخصوص. الحقيقة تأتي أهمية هذه الورشة من أهمية الإحصاء التخطيط، يعني فحريصين جدا إحنا نخطط من خلال الإحصاءات والبيانات بالشراكة مع جهاز المركز للإحصاء. هذه الورشة طبعا اي احصاء مطلوب منه يكون موجود عشان تخطط تخطيط صحيح وتخطيط سليم. المغتربين احنا عندنا ارقام تقريبية، يمكن مشكلة الاحصاء في كل العالم انه الاحصاء ما بيكون بالدقة الكاملة، لكن على الاقل بده مؤشرات. احنا الحمد لله عندنا بيانات بنكملها من خلال التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية والجهات المركزية للاحصاء في انه نحصر عدد المغتربين عشان برضو الواحد تقدر تخطط لاحتياجاتهم المطلوب منهم والمطلوب منهم والمطلوب عليهم برضو بالمرحلة القادمة. تتابعون في هذه الجولة أيضا، صندوق إعمار الشرق يكشف عن تنفيذ مشروعات يمولها بنك التنمية الإسلامي بجدة. اقتصاديا، عقد صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق اجتماعا مع وفد بنك التنمية الإسلامي بجدة لبحث كيفية تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بخمس مناطق بشرق السودان. وقال المدير التنفيذي للصندوق إن المشروعات الزراعية المقترح تنفيذها من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطنين وإخراجهم من دائرة الفقر إلى الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي، فضلا عن كونها مشروعات تناسب طبيعة مجتمع الشرق. وأعرب عن تقديره لموافقة البنك الإسلامي للتنمية بجدة على تمويل هذه المشروعات التنموية، كما كشف عن تنفيذ الصندوق لعدد من محطات الطاقة الكهربائية التي ستعمل على ربط عدد من مناطق الشرق وإمدادها بشبكة الكهرباء. نظمت منظمة شمس الضحى الخيرية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الطاقة دورة تنويرية حول فوائد الطاقة الشمسية في الحياة اليومية وطرق استخدامها في الإنارة وعمليات الطهي. وقالت مديرة المنظمة إلهام حسن إن الدورة استهدفت عددا من المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني لتنويرهم باستخدامات الطاقة الشمسية وفوائدها باعتبارها طاقة بديلة وصديقة للبيئة، كما استهدفت الدورة الأسر المنتجة بهدف الإسهام في رفع قدراتها الاقتصادية. دشنا البرامج بتاع الطاقة الشمسية، أساساً البرنامج ده يدعمل للتنوير، برنامج تنويري لمعرفة الطاقة الشمسية والاستفادة منها في حياتنا اليومية.
فنحن حاولنا ننطلق بالمبادرة دي ونستهدف كل المنظمات عشان ننشر الوعي بتاع الطاقة الشمسية والاستفادة منها وتقللنا المصاعب بتاعة الإضاءة وبتاعة التسخين والطهي ومستهدفين بها الأسر اللي هي دايرين نعمل منها تنمية مستدامة للأسر الصغيرة في المشاريع الصغيرة. يتوجه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس غدا الثلاثاء إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات سد النهضة يومي الأربعاء والخميس بمشاركة نظرائه من إثيوبيا ومصر بجانب ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين. وأعرب الوزير عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق، خاصة وأنه الاجتماع الرابع والأخير الذي يسبق اجتماع التقييم بواشنطن المحدد بتاريخ الاثنين القادم. وأوضح أن الاجتماع يبحث الملأ الأول للبحيرة والمستدام للسد الإثيوبي. أكد والي الجزيرة المكلف أحمد حنان أحمد لدى لقائه بأعضاء شعبة محطات الوقود بمحلية المناجل أن ثورة ديسمبر المجيدة أنهت عهد الإملاءات على المواطنين، ودعا الوالي لوضع ضوابط وحلول عملية مناسبة لتوزيع الوقود. من جانبه أعلن رئيس الوفد عن ارتفاع قيمة ماكينات الطلمبات من 20,000 جنيه إلى 400,000 جنيه وزيادة أسعار قطع الغيار والعمالة، مما يتطلب زيادة أسعار الجازولين والبنزين. وأعلن مدير إدارة الموارد البترولية بالولاية مسؤولية الدولة تجاه الموارد البترولية المواد البترولية المدعومة، وقطع أن زيادة المواد البترولية لا تزيد إلا في حالة زيادة الترحيل أو زيادة المنتج نفسه عالميا. تشهد أرصفة الموانئ البحرية ببورت سودان حركة مناولة واسعة هذه الأيام لتفريغ شحنات السكر والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي والبضائع العامة التي وصلت إلى الموانئ في منظومة التجارة الخارجية للبلاد. وتتواصل بأرصفة الميناء الشمالي عمليات تفريغ 80,192 طن من السكر و 56,000 طن من القمح و 26,300 طن من السماد، بالإضافة لتفريغ 46,240 طن من الذرة. فيما تشهد أرصفة الميناء الجنوبي مناولة حاويات الصادر والوارد من وإلى ثلاث سفن، كما بدأت إجراءات التخليص لاستقبال سفينة تحمل 25,082 طنا من السكر واستقبال ناقلتين من النفط تحملان 89,608 أطنان متري من الجازولين، بالإضافة إلى استقبال سفينتين لنقل الحاويات. رياضيا، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الاثنين أن ياسين الشيخاوي سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه الهلال السوداني يوم السبت المقبل في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وذكر النجم الساحلي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل تويتر: مع الأسف تأكد غياب ياسين الشيخاوي عن مقابلة العودة ضد الهلال السوداني بسبب الإصابة. وكان الشيخاوي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، وقد غاب عن صفوف الفريق في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل مع الإفريقي في الدوري المحلي. ويتطلع النجم الساحلي إلى الثأر لهزيمته على أرضه أمام الهلال السوداني 0-1 في مباراته الماضية بدوري الأبطال. ختام هذه الجولة أذكركم بالعناوين: وفد أممي يطلع على الأوضاع الإنسانية والأمنية بغرب دارفور عقب الأحداث الأخيرة بالجنينة. جبهة الشرق السودان تتهم جهات داخلية وخارجية بتأجيج الصراعات القبلية بالبلاد. العاملون بجامعة وادي النيل ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ جملة إصلاحات. انتهت هذه الجولة الإخبارية السودان هذا المساء، قدمتها لكم مشاهدين من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.